شعلة ليس كأستاذ الكيران شعلته نراها تنبعث منه فيخرجها إلى الناس. أقامت عائلة المرحوم محمد العربي المستاري بمناسبة يعني وضع خزانته المكونة من أكثر من 3000 من الكتب رهن إشارة المكتبة الوطنية، وذلك رغبة في تقاسم ما بها من علوم وفنون وآداب مع مرتادي المكتبة الوطنية، وأعتبر أن هذا التقاسم يعكس في عمقه رغبة للمرحوم العربي المستاري الذي ألف أن يتقاسم معلوماته ووثائقه وأبحاثه مع كل الذين كانوا يرغبون في مساعدته على إنجاز مقالاتهم أو أبحاثهم أو رسائلهم. فهي إذن هذا اللقاء الذي حضره عدد كبير من أصدقائه ومن معارفه ومن تلامذته يكون يعني شبه وداع جديد للفقيد العربي المستاري الذي ترك بصمات ليس فقط في ميدان الصحافة ولكن كذلك في عمل مشترك، ويعني ألف عدد كبير من الكتب التي تعد اليوم مرجعا أساسيا لمتابعة تاريخ المغرب والسياسة المغربية. هذه كانت وصية ديال المرحوم والدي أننا نعطيه الكتب المكتبة الوطنية لأن عنده كتب قديمة، وكان نيته هي أنه وطلب منا أننا هاد الكتب يخرجوا من أرشيفه الشخصي ويصبحوا في منال كل المغاربة. فاليوم ابتداء من اليوم هاد الكتب بأربعة لغات وكتب قديمة بكل هاد اللغات كلها في منال المغاربة كلهم أنهم يقرأوها ويطلعوا عليها ويقوموا بالأبحاث العلمية ديالهم في المواضيع اللي فيها هاد الكتب هاد. عدد الكتب 3400 كتاب أعتقد، واللغات هي العربية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية.